يتغير ويبدل الامور ويبدل اللاعبين. اذا اول هجمه لصالح فريق دالية الكرمل. الان حنان نصر الدين يدخل بدلا حسب ما اراه على ارض الملعب بدلا من حمود نصر الدين. اذا حمود نصر الدين لاعب خط وسط متاخر يخرج. حنان نصر الدين لاعب خط وسط متقدم يدخل وهذا يقول كل شيء. وهكذا يجب كان على معاد ان يلعب منذ بدايه المباراه مع لاعبين هجوميين بدلا من ان يلعب مع لاعبي خط وسط متاخرين. ولكن هذا قرار المدرب وهو يعرف ما يجري مع فريقي. ولكن هذه وجهه نظرنا المهنيه. هنا دالت الكرمل لعبت بصوره دفاعيه نسبيا. لم نرى لاعبي خط وسط متقدمين يساندون الهجوم يصنعون الهجمات. الان مع عنان نصر الدين ومع نبيل نصر الدين مع طه زبيدات ومع احمد حلبي وايضا من الخلف علاء وهب. اكيد مكان دالت الكرمل سيكون حازما اكثر وسيهدد مرمى عزفي اكثر. فارس طويل مباراه حتى الان متوسطه للغايه. ذكرنا هذا اللاعب يشكو عاده من اصابات متكرره تمنع منه التواصل على ارض الملعب. مواجهه بين حسام ابو ركن وبين احمد حلبي تنتهي على خير مع كرت اصفر لحسام على ما يبدو ولاحمد. لا يسيطر عليها وهناك متواجد دورون اشكنازي بعيدا عنا وعرقلة من عمري على دورون اشكنازي وكرة لصالح دفاع مكابي دالة الكرمل. اذا خمس دقائق على بداية الشوط الثاني، عفوا سبع دقائق، والنتيجة ما زالت سلبية بين الفريقين. علاء وهب قدم اداء ضعيفا في الشوط الاول. الكرة الان من الجهة اليسرى مراد نصر الدين معه عنان نحو مراد. هاتوا خوف جيد سريع. مراد يعيدها الى عنان. حنان ينسق اللعب صفوف فريق مكابي يلعب في الجهه اليسرى من الوسط. تيسير ابو ريمي الى عنان. حنان نصر الدين مع الكره. احمد حلبي يطالب الكره وحسام ابو ركن يبعدها في اللحظات الاخيره. اللعب بمعظمه الان في صندوق جزاء او في وسط ملعب فريق اسف. الكره مع احمد. احمد يسدد الى الخارج. كره جيده من احمد حلبي على 16 سريعه ولكن الى جانب العمود اليساري من مرمى فريق عسفيا. اذا اول 10 دقائق من الشوط الثاني دالة الكرمل مسيطرة على ارض الملعب تهاجم فريق عسفيا حتى الان بدون جدوى. نرى لاعبين من عسفيا يتأهبان لربما للدخول الى ارض الملعب خلال هذا الشوط. لاعب خط وسط ولاعب دفاع وسيم غبرية. طه زبيدات يرتكب مخالفة على تمير شلوزبرغ والكرة لصالح دفاع عسكيا مبعوثة إلى سند أسد. يضيع الكرة لتيسير أبو ريمي. تيسير أبو ريمي محاولة لإعطاء كرة طويلة لطه زبيدات ومخالفة أخرى من طه على مدافع فريق عسكيا مجد أبو سعدة. تبطئ اللعب ومعاذ نصر الدين سيدخل لاعبا اخر في هذه اللحظات. اذا لا ينتظر الكثير معاذ. مباشره على نصر الدين دخل مع بدايه الشوط الثاني. ومن سيدخل الان؟ هذا حنان اسد. حنان اسد ابن اسفيا رقم 4 في دالة الكرمل. حنان اسد سيدخل بدلا من من؟ هل سيخرج لاعب خط وسط اخر؟ هل سيخرج علاء وهب؟ هل سيخرج لربما احمد حلبي؟ سنرى. طه زبيدات سنرى بعد لحظات. الكره الان في خط الوسط لصالح مكابي. نبيل نصر الدين علاء وهب مراد نصر الدين. مراد مع الكره معه احمد حلبي. احمد حلبي هدف سريع مع مراد نصر الدين ولكن الكره لصالح دفاع عسكيا. علاء وهب يحاول لطه زبيدات وفي اللحظات الاخيره حسام ابو ركن يصل الى الكره. كره جيده ملعوبه من علاء وهب. ضربة ركنية لدالة الكرمل من الجهة اليمنى. هل الهدف الأول على الأبواب؟ مكابي دالة الكرمل ضاغطة منذ بداية الشوط الثاني.
محاولة لإحراز الهدف الأول. رضا وهب مع الكرة، رضا وهب يدخل الكرة نحو صندوق الجزاء. حنان أسد عن بعد متر ونص، حنان أسد عن بعد متر ونص بدل ما يدك الكرة في الشباك خاليا، الكرة لا تصل إليه. إذا إهدار فرصة ذهبية 100% لحنان أسد. شاهدنا الكرة في الشباك، كرة مبعوثة ممتازة مرة أخرى إلى حنان. حنان أسد يسدد ضعيفة، ضعيفة مرة أخرى، كرة ممتازة، كرة ممتازة عن بعد 40 مترا، ولكن حنان أسد بدلا من أن يضع الكرة في الشباك ضعيفة. إذا مرتين خلال دقيقة واحدة حنان أسد. علاء وهب، علاء وهب يرفع الكرة جيدة مرة أخرى، خليل يكون قذى، ولكن تيسير أبو ريم ينقذها من الخط. لاعب إسيا ينقذ هدفا مؤكدا من خط المرمى، هذا هو إلعاد. تيسير أبو ريم سدد جيدا ولكن إلعاد عن خط المرمى إلى جانبنا هنا، ينقذ هدفا مؤكدا آخر لصالح دالة الكرمل. إذا دالة الكرمل تقترب وتقترب من الهدف الأول، بالمقابل عوسفيا، عوسفيا تنقذ الأهداف، مر الحارس مر المدافع ومر إهدار الكرة الذهبية من حنان أسد. هجمة من الجهة اليسرى، وسيم البرية يخرج الكرة إلى التماس. أيمن كيوف، أيمن كيوف مهارات جيدة لهذا اللاعب. فارس طويل، أين أنت فارس طويل؟ مدى الشوط الثاني. حسام أبو ركن، حسام أبو ركن نحو صندوق الجزاء، من سيصل إليها؟ هجمة ما زالت لإسيا خطرة جدا في صندوق الجزاء، ولكن على وهب في اللحظات الأخيرة ينقذ. هجمة خطيرة منسقة مرتبة لإسيا، في النهاية لا تصل. على وهب، على وهب كرة ممتازة إلى حنان أسد، حنان أسد، حنان أسد إلى أين؟ إلى أين يا حنان؟ كرة ممتازة من علاء وهب إلى حنان أسد، حنان أسد لوحده بدلا من أن يسكن الكرة في الشباك يرسلها إلى الخارج. على فكرة كان معه طاز بيدات أيضا رقم 17، كان بإمكان حنان أسد أن يرسلها عرضية إلى طاز بيدات، ولكن حنان أسد لم يفعل هذا ولا هذا، والكرة في الخارج. حنان أسد ثلاث فرص ذهبية ليحرز لصالح فريق دالة الكرمل، جميع الفرص لم تستغل. ضربة ركنية من الجهة اليسرى، نبيل نصر الدين، نبيل نصر الدين كرة نحو صندوق الجزاء ولا تصل حنان أسد، لكن حنان نصر الدين يحاول، والآن لربما عسفيا. وعلاء وهب يقطع الكرة، علاء وهب يحارب، دورون إشكينازي ممتاز سريع جدا من الجهة اليمنى. دورون الكرة تعود إلى تيسير أبو ريمي، تيسير إلى عنان نصر الدين، عنان يسدد، تعود الكرة مرة أخرى، والكرة مرة أخرى في الكورنر. ركنية تلو الأخرى، ركنية تلو الأخرى، هجوم ضاغط عنيف من قبل مكابي دالة الكرمل. هل سيحرز هنا الهدف الأول عرض الملعب؟ أربع دقائق، أربع دقائق على نهاية المباراة. ضربة ركنية من الجهة اليمنى الآن، نبيل نصر الدين، نبيل نصر الدين نحو صندوق الجزاء، من هناك؟ من هناك؟ طاز بيدات ولكنها ضعيفة، عن بعد خمسة أمتار، عن بعد خمسة أمتار طاز بيدات، يجب أن يسجل من هنا. مكابي دالة الكرمل أتت لأسفيا بهدف تحقيق الفوز، ولكن التقت بفريق مصمم على اللعب بحزم لكي يبقي نقطة على الأقل هنا على أرض ملعبي، ولكن الآن نبيل نصر الدين في آخر هجمة، نبيل نصر الدين يتوانى ولا يصل إلى الكرة، يتوانى ولا يصل إلى الكرة، وضربة ركنية الآن، الفرصة الأخيرة، الفرصة الأخيرة لصالح فريق مكابي دالة الكرمل، وبعد ذلك ستنتهي المباراة. نبيل نصر الدين ضربة ركنية لصالح فريق مكابي، ومن ثم سيصفر الحكم. نبيل نحو صندوق الجزاء، من هناك؟ تسديدة، ولكن الحارس يصد الكرة. حكم المباراة ينهي اللقاء. حنان أسد، حنان أسد كان كاد أن يسجل في اللحظات الأخيرة، ولكن حكم المباراة ينهي هذه المباراة هنا على ملعب إسيا. 0-0، انظروا إلى
الرئيسية هنا وأيضا مع المشجعين الإسرائيليين. تصفيق حار لصالح فريق حتفيا وأمام جمهور هذا الفريق بعد أن حصل على نقطة ثمينة على أرض الأبي لأول مباراة له هنا على أرض الملعب مع متصدر اللائحة فريق مكابي فيلة الكرمل. مباراة في الشوط الأول كانت ضعيفة للغاية بالأخص من قبل مكابي. في الشوط الثاني مكابي فيلة الكرمل سيطرت وسيطرت وحاولت لكنها لم تصل، وصلت إلى عدة هجمات واستطاع فريق عسفيا أن يحافظ على شباكه النظيفة بالرغم من تسديدات من حنان أسد وأيضا من حارس مرمى عسفيا الذي كان ممتازا في هذه المباراة. في النهاية 7 مباريات لمكابي ذات الكرمل حافظ على شباكه النظيفة، ولكن المرة خسر أول نقطتين، لم يسجل ولم يستطع أن يحرز الانتصار في هذه المباراة. دالة الكرمل 0، أبوال عسفيا 0. أجمل تحيات، كان معكم منعم حلبي إلى جانب زملائي أيمن نصر الدين وائل حلبي وأيضا الزميل يعقوب. أجمل تحيات، 500-600 مشجع يعودون إلى دالة الكرمل وعسفيا مع 0-0. أجمل تحيات ولنا لقاءات في مباريات أخرى، إلى اللقاء.